السلام عليكم احبتي واصدقائي متابعي قناتي الاعزاء، اتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه. وجيناكم باخر اخبار الكره العراقيه، ولكن كالعاده لا تنسون ان تشتركون بالقناه وتفعلون الجرس. رايكم يهمني، اتركوا صندوق التعليقات ولا تنسون تضغطون لايك، اللايك مهم، وايضا تشيرون الفيديو. يلا خليني ابدا الفيديو. مصادر تؤكد بأن اتحاد العراقي لكرة القدم قد قام بإرسال إلى تايلاند قائمة تحتوي على 35 لاعب من أجل الحصول على سمة دخول الفيزا إلى تايلاند، حيث تحتوي هذه القائمة على عدد كبير من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية. وبعد عودة مدرب منتخبنا الوطني كأساس من جولته الأوروبية، سوف يتم تقليصه إلى 27 لاعب. ما نوهنا فإن القائمة تحتوي على عدد كبير من اللاعبين الجدد، وهذه القائمة 8% كما نوهنا سابقا هي راح تكون من التشكيل الأساسي اللي حيشارك به كأساس في بطولة كأس أمم آسيا. أكد رئيس اتحاد العراقي لكرة القدم السيد عدنان درجال اليوم السبت أن الاتحاد سوف يولي اهتماما خاصا لمنتخبنا الأولمبي في المرحلة المقبلة، بقي إعداده بشكل جيد قبل الدخول بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. وقال عدنان درجال أن اتحاد الكرة لم يقصر في إعداد المنتخب الأولمبي خلال المرحلة المقبلة، وسوف نعمل بالتنسيق مع الكادر الفني للمنتخب على توفير معسكر تدريبي داخلي وخارجي للفريق الأولمبي. وأشار إلى أن المعسكرات ستهيئ الأولمبي قبل الدخول في المنافسات التصفيات الآسيوية، وحسب رؤية المدرب الكابتن راضن شنيشل لما يراه أفضل في إعداد المنتخب. ولفت لأن مباراة ودية سوف تتخلل مرحلة الإعداد المنتخب الأولمبي بغية الوقوف على جاهزية اللاعبين وخلق روح الانسجام فيما بينهم وإعدادهم بشكل جيد قبل الدخول التصفيات الآسيا المقبلة. هذا وقد أوقع قرعة تصفيات كأس آسيا المنتخبات الأولمبية دون 23 عام المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 منتخبنا الأولمبي في المجموعة F إلى جانب منتخبات كل من الكويت وتيمور الشرقية وماكاو. تمنياتنا بالتوفيق للأولمبي في هذه التصفيات. مع بطولة كأس العرب الفيفا، الاتحاد لكرة القدم كما نوهنا قد حدد يوم 30/11 هو موعد انطلاق هذه البطولة. البطولة معترف بها رسميا وسوف يتم احتساب نقاط المباريات بالتصنيف. فرصة كبيرة لمدربنا كأساس لاستدعاء جميع اللاعبين المحترفين لتوقف دورياتهم قبل البطولة وبعدها أعياد رأس السنة الميلادية. هنا على الاتحاد العراقي إرسال دعوات إلى الأندية الأوروبية عسى أن يستطيع تأمينهم، وسينجح في ذلك لأن أغلب اللاعبين يرغبون بالتواجد في هذه البطولة. فرصة كبيرة لمدرب منتخبنا الوطني كأساس لكسب أكبر فائدة فنية من بطولة كأس العرب الفيفا قبل كأس آسيا بـ20 يوم. البطل في هذه البطولة سوف يحصل على جائزة مقدارها 5 مليون دولار، فيما يتحصل وصيف على جائزة مقدارها 3 مليون دولار أمريكي، وباقي المنتخبات تأخذ حساب حسب ترتيبها بالبطولة. كل منتخب يشارك سوف يحصل على مبلغ قدره 1 مليون دولار. البطولة برعاية رئيس اتحاد دولي كرة القدم جياني إنفانتينو، كذلك شيخ تميم بن حمد حاكم دولة قطر. هذا وقد أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن بطولة كأس العرب للمنتخبات فئة الرجال بتاريخ 30/11 القادم وللمرة الثانية على التوالي بدولة قطر، وسوف تستضيف البطولة بعد استضافة النسخة السابقة على الملاعب المونديالية. يشارك في هذه البطولة 22 منتخب. في البطولة أفضل 10 منتخبات حسب التصنيف العالمي للدول العربية سوف يتواجهون تلقائيا في دوري المجموعات، فيما سينافس 12 منتخب الآخرين حيث يخوضون دور التمهيدي بتأهل منهم أفضل 6 منتخبات إلى دور المجموعات، ليصبح العدد الكلي المشارك في هذه البطولة 16 منتخب يقسمون إلى 4 مجموعات. بالنسبة لمنتخبنا الوطني فهو متأهل تلقائيا لأنه في التصنيف السابع عربيا حسب تصنيف الفيفا الأخير. ونجي على التصريحات اللي لها داعي واللي ما لها داعي. صرح حارس مرمى منتخبنا الدولي السابق ابراهيم سالم قائلا بان اللاعب المحلي ليس لديه القدره على الاحتراف في اوروبا والاستمرار لمده اكثر من 2 سنين، السبب او عدم تاسيسه بشكل صحيح. اما بخصوص علي جاسم فانا بالنسبه لي سعيد جدا لما وصل اليه اللاعب من حيث بناء جسمه المثالي، ولا يوجد لاعب في الدوري العراقي يمتلك جسم كجسم اللاعب علي جاسم حاليا. أما أنا على عباس فأنا انقهرت عليها بشكل كبير اللي شارك آخر ربع ساعة، أي نعم، وما عنده قدرة أن ينطلق مسافة 4 أمتار. مع الأسف هذا مو على عباس اللي عرفه،
اللي وصل من خلال أداء المتميز إلى البرتغال. أما عن لاعب أركان نجيب اللاعب الدولي السابق اللي نشر عبر صفحته على الانستغرام هذا الخبر وحاول معرض دفاع عن مدرب منتخبنا الوطني كاساس، حيث قال: قلت في داخلي خلي أشوف شكد حجم التصريحات السلبية والمعيبة التي تم توجيهها هو بشكل غريب، والرجل بعد مجرد تجربة أولى حصل فيها على كأس الخليج وقاد المنتخب في مباريات دولية ودية على أعلى مستوى، مع ذلك لم نكن سيئين رغم أنه في مرحلة تجربة أغلب اللاعبين يعني بدون استقرار، والرجل تواجد في عشرات مباريات الدوري العراقي وتابع المحترفين والمحليين وكل لاعب عراقي في العالم. للأسف تفاجأت بعشرات التصريحات والانتقادات الرنانة والقاسية متناسين أن هذا المدرب يمثل بلدنا ويضع علم العراق على ملابس التي يرتديها في التدريبات مباريات منتخبنا الوطني أمام كل دول آسيا والعالم. أما عن اللاعبين المحترفين في الدوريات العالمية، حيث صرح مدرب ديجرا فورس السويدي باتريك فيرنر قائلا بأن المهاجم باشنغ عبد الله لاعب قدم أداء جيد بشكل لا يصدق في دوري الدرجة الأولى السويدي في الموسم السابق. باشنغ عبد الله لاعب قوي وخطير في منطقة الجزاء، أمل أن يساعدنا وعلى زيادة تسجيل الأهداف. بالتوفيق لك يا باشنغ. مع المهاجمنا الآخر علي الحمادي اللي لا زال يواصل استعداداته للموسم المقبل مع ناديه الإنجليزي نادي ويمبلدن. بالتوفيق لك يا علاوي. أما عن لاعبنا والظهير أيمن نادي هيرنفين حسين علي اللي لا زال يواصل الظهور كلاعب أساسي مع نادي هيرنفين الهولندي، حيث استطاع من تسجيل هدف في مباراة فاز فريقه على نادي جسترلاند سليت الهولندي بنتيجة كبيرة وساحقة وهي 11 مقابل لا شيء. شنو الجماعة دي لعبون كرة يد كرة صالات ما تعرف. أما عن لاعبنا حسين علي المحترف في نادي صفاقس التونسي اللي تأهل مع فريقه لدور المجموعات للبطولة العربية للأندية بعد الفوز على نادي الهلال السوداني بهدفين نظيفين في غياب الملحق وبمشاركة كاملة للاعبنا الدولي حسين علي، حيث سينضم اللاعب حسين علي مع نادي صفاقس التونسي المجموعة الأولى تضم كل من نادي الشرطة العراقي والاتحاد السعودي الترجي التونسي والصفاقسي التونسي. أما عن محترفنا في الدوري الإيراني صفا هادي اللي شارك أساسيا مع ناديه نادي تركتور الإيراني خلال الشوط الأول في المباراة التي انتهت بالتعادل مع نادي إيرنبورغ الروسي اللي يلعب دور الدرجة الروسي الممتاز بثلاثة أهداف لكل فريق تحضيرا لدوري أبطال آسيا. أما عن لاعبنا بشار رسين اللي غادر مع ناديه نادي قطر القطري إلى إسبانيا لغرض دخول في معسكر التدريب استعدادا للموسم المقبل. أما عن لاعب أحمد قاسم اللي يحترف في نادي ألفسبورغ السويدي، حيث أعلن نادي ألفسبورغ السويدي اللي يلعب الدور الممتاز هناك عن تمديد التعاقد مع اللاعب العراقي الشاب أحمد قاسم حتى عام 2026.